بص انت قلت حاجتين دلوقتي بس انا هعديلك واحد هعديلك واحده اللي انت عندك حق فيها. بس الحاجه الاولى اللي هو بتاع يصفر شغلك، لا مبدئيا مش انت اللي شغلاني، انما يصفر تعبك حصل عندك حق. ورونت في الكاميرا برضه عشان يبقى باين الديزاين اهو. قولوا لي هنحط الرسمه دي فين، كله يقول لي الرسمه دي حطها فين. هي مفاجاه، استنى للاخر. فكيره. واللي خلق الكون اللي سحر مش في حياته قطر الحلو كله فاتو. خبريه برو انت ايه بتسوق لها؟ طب يا عم ماشي، احنا مش عايزين كلنا كده الناس قاعده بتتفرج، مش عايزين قطر الحلو يفوتنا. عرفنا بقى عليها يا راجل يا قرن، عشان احنا مش عايزين قطر الحلو يفوتنا. عرفنا عليها. لا اله الا الله. سلام وقول من رب الرحيم. انا فتحت باب الحمام من غير ما اقرا حاجه ولا ايه؟ النهار الازرق ده في ايه؟ مين انتوا؟ مين انتوا؟ مين انا؟ نعمه الله وقدرت. في ايه يا شباب؟ انتوا بتقتلوا كيكه اسفنجيه مش في كده؟ جاموسه عشر واقفه، واحد بيضرب بمعلقه، واحد بيضرب بالمضرب، ما تتقوا الا بقى. ترى دي ايه؟ دي مسدس الميه بتاعتي. هنعمل حاجة دلوقتي، هنحط فيه مية وهنرش على الناس من الشباك. اوكي هتروحي تملي مية وتيجي استني. كفاية بقى يا بنات بقى، بتحاولوا تعملوا الحاجة اللي تليق عليكم. يعني ايه همسك مسدس المية واروح املى مية؟ تملي مية انت تروحي تملي مية نار على الهيئة دي؟ يعني كل واحد يعمل الحاجة اللي تليق وتاخد وتدي على خلقته، مش كده؟ وتبقى انت نجم الفن، هبوسك بشفه وشفه في حضنك هنام واتدفى. في حضن مين تنام وتتدفى يا صاحبي؟ مالك مش اختك دي يا ابني؟ تبوسها بشفه وشفه ازاي؟ مش فاهم يعني انتوا عايزين نعمل ايه؟ نلون زيكم طيب ولا نعبي بيه؟ مش اختك دي؟ عايز تنام في حضنها ازاي؟ بصوا يا جماعه هم اخوات، يعملوا بقى اللي هم عايزين يعملوه، يبوسوا بعض، يحضنوا بعض، يخرجوا مع بعض، يعملوا فيديوهات مع بعض، يرقصوا بلدي مع ما لناش دعوه. احنا ما لناش دعوه يا جدعان، يعني كل واحد حر في اللي هو عايز يعمله، كل واحد حر في نفسه، واللي موافق على الكلام اللي انا بقوله ده يبقى راجل قرن ابن لبن ابيض كاموسي سخن موحوح. بس حلوه كاموسه. حلو اللبن. الو عندني المحله؟ لا انت شغلك ما بقاش عاجبني، شغلك ما بقاش عاجبني. فين عندني المحله بتاع زمان؟ عندني المحله اللي كان بيوقف شارع محله. فين ايه شويه دول؟ ما الرياضه قلت لك قبل كده، الرياضه ودوس على نفسك شويه. يلا في رعايه الله، مع السلامه.